عاصفة ثلجية ضربت مناطق الشمال السوري وتحديدا الشريط الحدودي مع تركيا حيث نتواجد. أضرار جديدة لحقت المخيمات العشوائية هنا تضاف إلى الأضرار التي ألحقتها العواصف المطرية خلال الأيام الماضية. سنرصد لكم في هذا التقرير الأضرار التي حدثت في المخيمات العشوائية في منطقة جبال باريشة والشريط الحدودي مع تركيا، كما هو الحال هنا في مخيم السلام شمال إدلب. كنا باركين بالخيمة هنيك وإجا هواء قوي وقع علينا الخيمة نحن وباركين، وهذا اللي صار يعني أولاد صاروا يبكوا، وقمنا نقلنا هون على خيمة الجيران لحتى سكتنا هون، والبرد القارس يعني شوفت عينكم. والله البرد غارس، والله البرد غارس، يعني بردنا وكيلك الله على الاولاد محصلين جوا، والله برد غارس يا اخي، والله ان شاء الله سبحانه وتعالى يهون علينا الامور. مضينا ليله والله يعني ليله سوده، الثلج والخيام مشققه، ونفتقد لماده المحروقات هاي البيرين ما في، لانه الشتويه اجت بارده. أوضاع معيشية صعبة ومناشدات مستمرة من قبل الأهالي للوصول إلى هذه المخيمات المتضررة على الحدود السورية التركية لتأمين مواد الأساسية كمواد التدفئة ومواد الرعاية الصحية. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، الحدود السورية التركية.